وينضم إلينا من بوسطن في ماساتشوستس دكتور نوبار أفيان، رئيس ومؤسس شركة موديرنا. نشعر بالسعادة ونشعر بأننا تنفسنا الصعداء، لأن تطوير هذا اللقاح كان قد تم في فترة قصيرة من الزمن. فقد بدأنا في شهر يناير من خلال فقط سلسلة من الحمض النووي DNA، وقمنا بعد ذلك بتطبيقه على الإنسان من خلال تجارب سريرية، والآن قد تم التصريح عن نتائج المرحلة الثانية التي كانت قد حققت اختراقا وبانتظار الموافقة عليها من المشرعين. الربع الأول من السنة القادمة سوف يتم نشره على نطاق واسع بعد أن يتم ترخيصه ليس فقط من قبل الولايات المتحدة بل في كافة أنحاء العالم، وسوف يكون هناك أحجام كبيرة يتم نشرها، وسوف نكون قادرين في نهاية هذه السنة على توفير 20 مليون جرعة، وفي نهاية العام القادم قد نكون قادرين على توفير 500 مليون جرعة. كما تعلمون هناك مؤسسات في العالم مثل كوفاكس التي تسعى لتأمين طلبات عشرات من الدول وضمان التوزيع المتساوي، ودول الاتحاد منها دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا أيضا لديها سلاسل الإمداد الخاصة بها. الأمر لن يحصل 100% من الشعوب على هذا اللقاح، لكن إذا ما تم تلقيح 60 أو 70% من الناس وباتوا محميين فهذا يعني بأن حققنا تخفيضا كبيرا في الإصابات بهذا الفيروس. في مطلع العام الحالي أيضا استثمرنا مليار دولار في خضم هذا العمل، حتى أن الحكومة الأمريكية كانت تقدم بعض المساهمات المالية. لقد كانت شراكة عظيمة، لكنها لم تكن الحكومة الفيدرالية هي مصدر رأس المال الوحيد، إذ استطعنا الحصول عليها من مصادر مختلفة، وأنا سعيد بالدعم الذي تلقينا. الانتخابات أقول لكم ليست لها أي صلة في أي قرارات نتخذها أو في أي عمليات نجريها، وكل ما نعمله في الفترة القادمة لن يرتبط بالسياسة.